أني أحسن في ترتيب بغداد. أذاك أخويا عامر فيتر قال كابتن طيار. أريدك تقعد أنت وأخوك سامر بالبيت الجديد اللي اشتريته. تعرف هاي شنو؟ أموتك اليوم. إلى متى تبقى هاي هذا وهاي ذاك؟ أنا اكتشفت أمي عندها علاقة بشخص. أنت صدق واحد ما تستحي؟ أنت اللي ما تستحين وما خليت احترام حتى لأمك. أي موضوع بيطالي سامر لا تفتحه. ليش تخليتي عني؟ لك سامر تتحداني؟ أنا جيت لهنا وراح أبقى هنا إلى أن يصيرون قلب على قلب. واحد زائد واحد على NBC العراق. رمضان يجمعنا.